أنا رجل رياضي وأحتاج في الأسبوع مرة أذهب إلى المساج، هل يجوز لي مع العلم أنه سيساعد في شنو العضلات؟ على كل حال ما في بأس، بس مع ستر العورة وعدم لمس الأماكن الحساسة، يعني يكون مساج غير ما بين السرة والركبة، ما يجيهم لا يشوفهم ولا يجيهم، وإنما يكون المساج على الظهر، على البطن، على الكتفين، على الساقين، قدمين، الذراعين، لكن لا يأتي ما بين السرة والركبة.